السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المبعوث رحمة للعالمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فرفع الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته ويتذكروا أولي الألباب. وقال ابن جرير: أتعجب على من يقرأ القرآن دون معرفة معانيه، كيف له الاستمتاع بقراءته؟ ابن جرير يوضح لنا أن قراءة القرآن من غير معرفة معانيه فإنه ليس ممتع، ولكن من المهم التدبر، والتدبر معناه دراسة معاني القرآن والتفكير بها والعمل بها. فكيف تعمل بشيء وأنت لا تدري ما معناه؟ كذلك قال ابن مسعود: من أراد العلم فليقرأ القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. ابن مسعود بيوضح لنا مرة ثانية أن هذا القرآن فيه كل ما يريده الإنسان في هذه الدنيا، وفيه علم الدنيا وعلم الآخرة، وفيه إن شاء الله الصلاح في الدنيا والصلاح في الآخرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وييسر أمورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.